انا كان مالي بس ومال الواقعه المقندله اللي انا فيها دي. بتربى في ده ايه ده يا ست انت ده؟ ابنك الف مبروك، الست اللي حميته جابت لك ولد. تصدقي شبهي بالظبط؟ ايه ده؟ ده مش ابني ده. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ست لا حول ولا قوة الا بالله ايه بس؟ انت دماغك راح لبعيد، حضرتك ده مش ابني، انا جاي معاها بس. وبعدين ده ابوه في السجن، ابوه حبسجي، ابوه صايع، وبعدين مش كفايه بقى طلع عليا النار وخدت كل فلوس يا ست انت؟ فين امه؟ نايمه في السرير جوه. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ألف مبروك يا ستي نحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا ستي. الله يبارك فيك. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا عبودة، والنبي أنت ابن حلال. ربنا يبارك لك يا ستي نحمد، والله يعني لا شكر على واجب، بس أنا عايزك بس تقفلي شوية ها عشان خلفة 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 كده كتير يا ستي نحمد. زي القمر يا عبودة. أسميه إيه؟ بص يا ستي أنا بحب اسم أشرف ده أوي أوي. الله. أو هيثم. جميل. إيه رأيك تسميه علاء؟ احسن حاجه يالا عبوده انك عملت الخير يالا. يا رب هدى تصحى يا رب وتشوفني وانا راكب الميكروباص. يلا يلا يلا. هدى هدى. ايه يا عالم ايه يا عالم؟ مش عارفين ننام، حرام عليك. جيب الميكروباص لحد هنا. الله يخرب عقلك يا عبودة. صباح الخير يا بنانين. صباح الخير يا عبودة. انت اللي كنت مشغل محمد فؤاد؟ اه. ايه رايك بقى شوشو؟ اغنيه جامده صح؟ جامده اخر حاجه. صباح الخير يا سيده. صباح الخير يا شملول. فرجت يا اخويا عليك الحاره انك بتسوق الميكروباص. يا عبودة. صباح الفل يا سوسو يا جميلة يا عمر. يلا يا بنات عشان تفطروا. هغسل وشي يا ماما. الله ايه الأكل ده كله؟ أنت نادرة يا سيدة ولا إيه؟ يا واد أنت مزغوف كده ليه؟ ما بالراحة، هو الأكل هيطير. قولي الشغل كان كويس؟ ألا كويس بقى يا سيدة، أنا ما أقولكيش، أنا حاسس إن شغلانة الميكروباص دي اتخلقت أصلا علشاني، كأني مولود في موقف. دي آخرة صبرك؟ يا بخت اللي ساعدت مش اللي ولدت. لما اقوم بقى اصبح على امل حبيبه قلبي. سيب الاكل لاخواتك. وانت يا بت ما تقفلي زرار القميص، عايزه تمشي في الشارع كده صدرك باين. جرى ايه يا ماما؟ باين ايه بس؟ الزرار مقطوع. يا بت اقلع عيونه اصلحهولك ولا اعمليه بدبوس. ايه يا عبوده في ايه خير؟ قلقتني. عذابات عذابات ومجارح يا امل. المفروض دلوقتي اروح اسلم الميكروباص لعم كارتا واديله الايراد بتاع اليوم. طيب فين المشكله بقى يا امل؟ هتخلينا نتكلم. المشكله يا ستي ان مفيش ايراد. الايراد بح بح. ليه؟ راح فين؟ والله العظيم يا امل اتبخر، بس في الاعمال الانسانيه. وطبعا عايز فلوس عشان تديها لعم كارتا. صح. ايه ده امل، انت تعرف عم كارتا؟ يا عبوده ما انت لسه قايل. ها عايز كام بقى؟ يعني هم 400 جنيه. ايه 300؟ بص يا امل هم 150 جنيه بقى اقل حاجه. اشمعنى 150 يعني يا عبوده؟ هو ما شاء الله يعني الميكروباص بيعمل في الورديه الواحده 150 جنيه؟ لا بسم الله ما شاء الله بيعمل اقل من كده، بس انا بقى موله يعني انا عايز بقى افرجه ان انا ايه ولا بتهز من الاسفلتات بتاعه العربيات، عايز اخليه بقى ان انا سواق بريمو. حاضر يا عبوده. وانا عندي كام عبوده؟ ده انا عندي عبوده واحد. ربنا يخليك يا عموله يا رب. خد يا حبيبي 150 جنيه اهو. ربنا يخليك يا رب يا عموله يا حبيبه قلب. بقول لك ايه يا عموله، اوعي تقول للسيده ها، خلينا كده هو انا استلف منك وانت ما تقولهاش على طول. ما تخافش، بس اوعى انت بقى اللي تقع بلسانك. ماشي يا عموله. اما رن بقى. لا
هدى حبيبتي. عبودة عبودة عبودة، ايه يا امل؟ ايه عبودة عبودة، هتدوشيني عشان 150 جنيه اللي انت اديتاني؟ ها هتخليني بقى اتلخبط واتصل بحد تاني دلوقتي؟ حد تاني ايه؟ انت ما عندكش غير ست نفر على التليفون منهم انا. بقولك ايه يا عبودة، مش انت بتحب هدى؟ بموت فيها وبموت في دبدبها والله يا امل. طب يا حبيبي ما تقضيهاش على طول مزداد كده، مره يعني تبعت لها رساله، مره تكلمها، البنات بتحب الحاجات دي. صح صح يا امولة. طب امولة حبيبتي حولي لي بقى ب2 جنيه رصيد عشان انا ما عنديش غير النت. اتفضل يا سباق، خلصنا من الشبوره اللي عملها الصبح، دخلنا في الموبايلات والرسائل. ايه بعت لك رساله؟ اتفضل اقرا. كاتب ايه؟ فكرك يا ناسيني بعدك على عيني، ده الحب مسهرني. الله يخرب عقلك عبودة، فكرك بالكاف مش بالقاف. تن 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 تن. حلو قوي العربية دي يا عبودة، حافظ عليها بقى. دي في عناية، اركبوا يا بنانية اركبوا على أي كرسي انتوا عاجبكم. يلا يلا يا هدى يا هدى. هدية دي اشتريتها لك من مصروفي. هدية ايه يا سوسو؟ عشان تديها لأبلة هدى، افهم بقى. يا لئيمة. صباح الخير عبودة. صباح الفل أبو سيد، ايه رأيك بقى يا معلم في العربية دي؟ لا عربية زي القمر. مش هشوفك النهاردة ولا ايه؟ والله مشغول أبو سيد النهاردة. طب يعني بعد ما تخلص؟ مش عارف أبو زيد بقى، أنا وظروفي. طب يعني هستناك بقى. ها؟ ماشي يا عم. هستناك. بصي قدامي. صباح الخير يا عبود. صباح الفل يا هدى، تعالي 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 صباح الفل تعالي. صباح الفل يا هدى، ايه اتأخرت ليه كده؟ الحمد لله على السلامة يا بنانيت يا حمرات. يلا يا سعاد، مع السلامة يا حبيبتي. خدي بالك من نفسك. مع السلامة يا عبودة، زي ما قلت لك. ها ماشي، يا باي باي سوسو. باي باي عبودة، باي باي أبلة هدى. باي باي يا حبيبتي. باي باي يا سوسو يا حبايبي، خلوا بالكم من بعض. الأولاد دول رزق والله. عقبالنا يا هدى عقبالنا. ماشي يا عبودة، يلا عشان اتأخرت. يلا ما تقلقيش، ما اتأخرتي ده أنا رهوان. أنا هنزل على آخر الشارع يا هدى. طب غمضي عينيك يا هدى. أغمض عينيا؟ خمد عينيكي، بس عايز اديك هدية. هدية هدية بمناسبة ايه؟ مش عارف، هي سعاد قالت لي يعني اديتهاني وقالت لي خد اديها لهدى. خمدي بقى. حاضر يا عبود اهو. اتفضلي يا ستي، ايه رأيك؟ ييه يا دي الحظ، يا دي الحظ. خليكي مغمضة يا عبودة. خلاص اطلع، مش عايزة حاجة، مش عايزة هدية ولا حاجة يا عبودة. حاضر. حاسب يا عبودة. ايه لقيتها؟ ايه يا هدى، فتحت عينيك ليه بس؟ نعم، انت مش حاسس يا ابني عملت ايه؟ عملت ايه يا هدى؟ ده كله عشان خاطرك انت يا حبيبتي. امسكي بقى الهديه اهي. مش عايزه حاجه يا عبود. قال ايه يعني بعد كل اللي حصل ده؟ وان ده سعاد موصلني يا هدى يا حبيبتي بقى. امسكي. حلو والله، قلب اهو قلب. بصي قلب عبوده. شايت. شكرا. ايه؟ شكرا. مع السلامه. قالت لي شكرا، يعني بتحبني قوي. يا ابني وسع يا ابني، ايه ده؟ ولما حد بيلمسكوا بتقعدوا تعيطوا لنا. وسع يا ابني. صباح الخير يا مدكور بيه. صباح النور. الفطار جاهز يا فندم. لا لا مش هلحق، انا هفطر في الشركه. الولاد فطروا؟ حسام بيه والانسه شيرين لسه نايمين، اصلهم رجعوا امبارح متاخرين. طيب، والهانم الكبيره فين؟ تاني هانم بتلعب الجيم يا فندم. وبعدين بقى في الشغلانه دي، انا مش قلت لولادي بطلوا سهر اليومين دول؟ جود مورنينج مدكور. يا ست هانم،
أرجوك اهتم بالولاد شوية زي ما أنت مهتمية بنفسك وجسمك، ده أنت المفروض إنك أمهم. بليز بليز مدكور، أنا المود بتاعي زي الزفت من إمبارح، مش ناقصة. ما طبعاً لازم المود بتاعك يبقى زي الزفت، ليل نهار قاعدة لي على بارتيت القمار وعمالة تخسري، عايزة مودك يبقى كويس إزاي؟ مش لما تبقى تقعد في البيت تبقى تتكلم؟ بليز بقى، سيبني أكمل الرياضة بتاعتي. خمسين، مية، 150، براو عليك عبودة، من وردية الليل بس، ده انت باين عليك هتعمر معايا قوي. يا رب يا معلم يا رب، انت لمزتك والله يا معلم كارتة يا عسل. خد بقى يوميتك العشرينية دي. يدوم يا معلم يدوم، اجيلك بالليل؟ تجيلي بس من بدري على البيت، عشان احنا هنسافر المنصورة وهنروح صد رد عشان فرح ابن اخويا. عقبالك يا جرع. الف 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 مليون مبروك يا معلم والله. معلم مش محتاج اي فلوس، انا خدامك يعني سداد من جنيه لعشرة لخمستاشر لعشرين. يما ناس تخاف ما تختشيش. ده يا فندم بقى التصميم الخاص بالصحف والمجلات، اوكي، وده التصميمات اللي هتنزل في الشوارع، ودي بقى التصميمات اللي هتنزل على الانترنت، وده البروشور الخاص بالمشروع. برافو عليك يا هدى، هايلة كده. اقدر اتصل مدكور بيه واقول له ان احنا جاهزين. بعد اذن حضرتك يا فندم. اتفضلي. على فكرة هدى. نعم يا فندم. انت هتروحي بنفسك مدكور بيه تعرض عليه التصميمات الجديدة دي، محدش اقدر منك ان اشرحها له. حاضر يا فندم، ومرسي على الثقة اللي حضرتك واضحها فيا. بعد إذن حضرتك. وقالت لي شكرا يا عبودة، يا بحبها بحبها. انت عارف يا لارا دي، انا حاسس ان شغلانة الميكروباص دي عملت لي نقلة تانية خالص في علاقتي بهدى حبيبتي. وحاسس كمان يعني ان هي بقى غيرت تفكيرها عني خالص، وبقت فرحانة وبتضحك وضحكتها قمر قمر. وكمان الهدية بتاعت البت سعاد اختي دي يعني اللي انا اديتها لها عملت تأثير مية مية. يلا راضي بحبها. ولا راضي انت حبيت قبل كده؟ مين مين ها مين؟ لا حلوة حلوة اختيارك يعني مية مية على فكرة. طب وانت قلت لها انك بتحبها؟ لسه خايف. ها بقولك انا راضي، ايه رايك اجي معاك مره يعني بالميكروباص بتاعي ده، بيعمل تاثير كده على البنات. طب ايه رايك بقى اخلي البت سعاد اخت الصغيره دي تجيب لك هديه تديها لها برضو حلوه. طيب اسمها ايه؟ تور، قصدي نور. حلوه حلوه، النور اسم حلو قوي برضو. هي حلوه حلوه حلوه.